اسكندرية مش مجرد مدينة جميلة فيها بحر وكورنيش ومعالم سياحية. اسكندرية تاريخ وكمان مستقبل، بس التعداد السكاني فيها وصل لأكتر من 5 مليون نسمة، وزوارها وصلوا لأكتر من 2 مليون زائر، وكل دول متركزين في منطقة واحدة. فكان الحل هو تعمير امتدادات مدينة الإسكندرية، وبالفعل بدأت أعمال تطوير محور المشير فخري أبو زكري، بداية من الطريق الصحراوي والحد كوبري سيري كرير كمرحلة أولى بطول 35 كيلومتر، والمرحلة الثانية من سيري كرير لمدخل مدينة برج العرب بطول 15 كيلومتر. صحيح الحلم بقى حقيقة، بس السكة ما كانتش سهلة، لأن شريان الحياة عشان يتمد احتاج مجهود كبير جدا من أكتر من 8 شركات منفذة و250 مهندس وأكتر من 8000 عامل اشتغلوا ليل نهار تحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة. التحديات اللي واجهت أعمال التطوير كانت فعلاً شبه مستحيلة، بداية من تقاطع خطوط البترول مع المواسير النفقية. فعملنا مسار للطريق الرئيسي موازي للمحور، وخلينا المسار القديم كطريق للخدمة، وكملنا مسار الطريق وصولاً لكوبري السكة الحديد، ومن بعده دخلنا على منطقة الملاحات والمصارف اللي احتاجنا فيها لتطهير طبقة الملح بعمق يتراوح ما بين 3 إلى 5 متر، ومن بعدهم تيجي منطقة أبراج الكهرباء اللي تم نقل الأبراج فيها لمسافة 50 متر عشان ما تكونش متعارضة مع أعمال التوسعة، وصولاً لكوبري 21. وعلى طول الطريق بالكامل تم تنفيذ 18 كوبري بطول 18 كيلومتر، وإنشاء 800 عمود إنارة بارتفاع 25 متر، وبيشتغل بأحدث التقنيات، تقنية دايمينج سيستم للتحكم في الإضاءة حسب الكثافة المرورية لتوفير الطاقة، بالإضافة إلى 1500 عمود إنارة بطول 10.5 متر، وتنفيذ شبكة كابلات كهربائية جديدة بطول 40,000 متر، وزراعة آلاف الأشجار المثمرة والنخيل عشان نفضل محافظين على التناسق العام ونساهم في القضاء على التلوث. أما ده محور ماريا الواصل بين محور أبو زكري والطريق الساحلي مروراً بمطار برج العرب والاستاد وضاحية ماريا الأولمبية. وعشان تكتمل المنظومة ويكمل شريان الحياة اتعمل 12 منطقة استثمارية تحتوي على مناطق خدمية وسياحية بتغذي محور أبو زكري. المنطقة الاستثمارية مبنية على مساحة 180 ألف متر، وبتضم العديد من الخدمات، منها محطات الوقود الذكية والشحن الكهربائي ومحلات تجارية وكافيهات. أما هنا بنلاقي منطقة معارض السيارات بتضم أكتر من 10 توكيلات للسيارات العالمية، ومسجد بيتسع ل 800 فرد غير قاعتين للمناسبات، كل قاعة تتسع ل 200 فرد، والجزء الترفيهي أكيد كان معمول حسابه عن طريق دور عرض سينمائي مجهزة بثلاث قاعات بأحدث التقنيات غير القاعة الفي آي بي، ومسرح يسع 500 فرد لعرض أحدث العروض الفنية، ومنطقة سياحية بتضم فندق عصري اتصمم انه يبقى جزيرة في المية، وبتجهيزات عالمية سعتها 70 شاليه دي فيو متميز، وكمان شاطئ بيطل على بحيرة تقدر تقضي عليها أحلى وقت مع أسرتك. ده غير المطعم المعلق اللي مصمم على طراز فريد وبيضم مجموعة من المطاعم المختلفة. شفتوا كنا فين وبنبقى فين؟ ولسه هنفضل مكملين عشان بكرة ومستقبل أولادنا. مصر بلادي الجميلة، حسن السلام والأمان، وانت الحضارة الأصيلة قبل التاريخ والزمان. مصر مصر مصر، ده حياة مصر.
محور أبو زكري، مصر بتبني مستقبل.